تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم، اقتراحاتكم، ملاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة من خلال مستشفياتها الأربع، اللي هي مستشفى راشد، دبي، لطيفة، ومستشفى حتى أو حتى من خلال مراكزها الصحية المتخصصة مثل مركز التبرع بالدم، الثلاسيميا، وغيرها من المراكز، أو حتى مراكز الرعاية الصحية الأولية مثل مركز البرشة اللي تتواجد معانا أيضا دكتورة ندى الملة. صبحت الله في الخير دكتورة. صبحك الله. عشان ما تقولي أنا متحامل على المركز البرشة، يعني خليت من ضمن 11 مركز بتذكر البرشة. أنا ترى يقول يعني البرشة، ند الحمر، المزهر، الطوار، وايد وايد مراكز. نبتدي مرة ثانية من البر الثاني لما نوصل برشة هالبر، فيكون اسم البرشة آخر، وعلى أمل يكون تعب وما يذكر اسم البرشة. في أرقام التواصل دكتورة على 600-55-1414 ورسالة نصية على 4006، وموجودين لايب على أكاونت نور دبي وأكاونت هيئة الصحة في دبي على الإنستغرام. طيب ما نبتدي حلقتنا اليوم إن شاء الله في البداية مع أسماء الجناحي، بتعطينا نبدأ سريعة عن أبرز ما طرح في وسائل التواصل الاجتماعي عبر حسابات هيئة الصحة بدبي، وأيضا يعني بشكل عام عن السوشيال ميديا. صباح الورد يا أسماء. صباح النور، شخباركم؟ الحمد لله. شخبارك انت في اليوم الجميل؟ مستمعين، يوم مميز، يوم الأربع اللي باقي له يوم من الخميس الونيس. صحيح صحيح، تفضلي يا أسماء. أول شيء ببدأ بالرسالة. الرسالة تقول لا تفكر في المخاوف والعقبات، سوري، بل فكر في النجاح والفرص، فطريقة تفكيرك تحدد مستقبلك. يا سلام، رسالة جميلة والله. غير هذا نحب نأكد أن اليوم لقاء قيادات في خدمتكم، أي سؤال عن الصحة المهنية، عن اللياقة الطبية، راح تكون معانا الأستاذة ميساء البستاني من الساعة 11 إلى الساعة 12 لايف على بيسكوب، لايف على إنستغرام، وأيضا بنحط ملخص من اللقاء على سناب شات إن شاء الله. ممتاز، ونتمنى أنهم يتابعونا. أسمع، على طاري الرعاية اللياقة الطبية في هني، يعني تكلمنا نحن في البداية عن مراكز صحية وكذا، في حد يقول 21 مركز ميديكال فتنس، ما شاء الله، لا إله إلا الله، الله يزيدهم. انزل 18 مركز صحي، 18 انتو 11 لا انزل كاتب 18 لا هو في بعد في مراكز إن شاء الله بعد تفتح، وفي مركز جديد فتح في الجي ال سي، وإن شاء الله نحاول نكون قريبين من الناس أكثر ما نقدر، نوفر الخدمات إنه يعني يوفر عليهم حتى مسافة الطريق إن شاء الله. رسالتنا الصباحية، قلت رسالة صباحية قالتها في البداية، أتمنى بس إن يتابعون إن إحنا مركزين على زين. ما علي، الإعادة إفادة. النصيحة تقول لا تفكر في المخاوف والعقبات، بل فكر في النجاح والفرص، فطريقة تفكيرك تحدد مستقبلك. ما شاء الله، شكرا لك يا أسماء. ما شاء الله، شو عيدي لي شو قالت؟ قالت لا تفكر في العقبات، فكر في النجاح نفسه. تي قلت يا أسماء. لا يا تصور، ما أدري تصور الشاي. على فكرة أنا أقصد نفسي، لأن أنا عندي موضوع خايفة منه، فبتنصح الناس. ممتاز، حلو يا أسماء. قصرتي.
الله يخليكم. طيب، في دراسة تقول إن فقدان القدرة على شم رائحة النعناع، أنت تشربين نعناع؟ أشرب شاي أخضر محمود. شاي أخضر زين. رائحة النعناع والأسماك والبرتقال والورود والجلد يمكن أن يكون علامة إنذار مبكرة على الإصابة بالخرف. هذا طبعا وفقا لدراسة جديدة اختبر العلماء قدرة ما يقارب من 3000 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 57 و85 عام للكشف عن هذا، عن هذه الأحاسيس يعني هي المسألة. وبعد مرور 5 سنوات تقريبا كان معظم الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التعرف على الروائح الخمس أو على الروائح الخمس على وحدة من هذه الروائح تقريبا يعانون من الخرف، بالإضافة إلى أن إصابة ما يقارب 80% من أولئك الذين قدموا إجابة واحدة صحيحة أو ثنتين فقط. وذكرت الباحثة جاينت بينتو من جامعة شيكاغو أن فقدان الشعور بالرائحة إشارة قوية على الإصابة بأضرار كبيرة، ويمكن أن يوفر اختبار الرائحة وسيلة سريعة وغير مكلفة لتحديد أولئك المصابين بأضرار خطيرة. والله محمود دراسة يعني جديدة صراحة، أنا أول مرة أسمع ممكن عن طريق الروائح، ولكن لو إحنا فكرنا أن دماغنا هو عبارة عن شبكة متصلة، يعني ما في جزء منه مفصول عن الثاني، فاحتمال هم قاعد يدورون عن طرق للتوقع، يعني تتوقع أن الإنسان بيصيب خرف، لأن ترى الإنسان ما نعرف اللي بيصيب الخرف ليه ما تبتدي عليه الأعراض، وبالعادة حتى تكون أعراض وايد منا إحنا ما ننتبه لها. أنا عندي واحد من ربعي طبعا حاسية الشم عنده معدومة تماما، ها من قبل يعني هي يعني لو جثة عنده في السيارة ما يشمها درجة مرة راكب عند الموتر قلت أعوذ بالله أنت شو حاط في موترك؟ قال ولا شيء. قلت له الأسبوع اللي طال، قال لا كنت سائر السوق السمك وهذا، بس أنا ما أشم شيء. قلت له ريحة سفرة في السيارة وفي عز الحر منزل الجامات ما قدرت أتحمله. عموما يقول دور هيئة الصحة وشو راح يكون دورها ومبادراتها بهذا الخصوص، خصوص شو تكلموا، لحظة خلني أقرأ المسج. تكلم عن مبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بخصوص الرياضة والمشي ومشاركة الهيئات والدوائر الحكومية في مرتبة. ما نتكلم عن هذا الموضوع، هذا موضوع ترى ما ندخل فيه بشكل كبير وما نحط وايد معلومات عنه. لا تفكر في مخاوف والعقبات. رسالة أسمى. أي رسالة أسمى. عموما نحن أرقام التواصل معنا 600551414 ورسائل نصية على 4006، واللي ما يشم عدل يروح يفحص. يروح يفحص. هي يتأكد، خصوصا لو كان شيء جديد. أنت حاسة الشم شو عندك؟ لا ما شاء الله أنا أشم بسرعة، يعني حتى ريحة خفيفة جدا أقدر أشمها. أنا ساعات يعني أتمنى أني أنا ما أشم. مرات يكون مزعج. أي والله ساعات الواحد يتمنى أنه ما يشم بعض الروايح. ميرا تقولي لا تقولي أنه حاسة شم عندك قوية لا يصكونك بعين. لا مو يصك بعين. لا حاسة الشم عاد بالذات ما حد بيصك عين. النظر هي كل خيبة تشوف من بعيد الكثر شم مهم عند الناس. ترى أنت ما شاء الله عندك بعد ليزك يعني تعطين الواحد يعني تي. قال ما شاء الله أهم شيء، ما قلت ما شاء الله ما علي. لا أنا تنظرين الناس مفروض أحسك عشان ما تنظرين الناس. انظر الناس قلت لي عاي ما انظرتك محمود أنا عيل لازم أصابه بعد كل هذا. عموما دكتورة لا نسولف ترى عينها ما بحارة. عموما يعني مو وايد نسولف، أحيانا تعطيك وحدة تي. لا نسولف دكتورة عالطاير على قولة كبيرة. عموما ما نطلع فاصل، بعد الفاصل ما نتكلم عن موضوع جدا جميل وموضوع يعني للجمال محمود. لا مو بالجمال، موضوع عن عملية معقدة ساهمت في إنقاذ حياة مريضة في مستشفى راشد. شو التفاصيل هذه؟ كيف ساهموا في إنقاذ هذه المريضة؟ ما نتعرف عليه على هذه القصة وعلى هذا الموضوع بعد الفاصل مع الدكتور سهيل الركن. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ساعة
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا دكتورة 6005514144 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الإنستغرام. طيب قبل الفاصل نحن قلنا أن من استقبل معانا الدكتور سهيل الركن استشاري أمراض المخ والأعصاب والدماغ في مستشفى راشد. طبعا ما نتكلم عن عملية معقدة ساهمت في إنقاذ مريضة في مستشفى راشد. دكتور صبحك الله بالخير أول شيء. صبحك الله من نور والإيمان. مرحبا صباح الخير محمود، صباح الخير دكتورة. صباحك ورد دكتور، دائما مستانسين نشوفك. الله يسلمك. انا بقرا سؤالين بس على المسج دكتور. السلام عليكم، من 10 ايام اصابني انفلونزا قويه جدا لكن الى الان انا ما بشم الروائح والمذاق الى الان غير طبيعي. يرجى السؤال انزين مع العلم من يومين بدات اشم روائح غير موجوده، هل هذا يعني شيء حسب الدراسه الجديده؟ لا ليس، لكن نقرا دراسه دكتور عن علاقه الشم زين ببعض الأمراض اللي ممكن طويلة المدى، الخرف. الخرف صحيح، الخرف. وأثبت هذا علميا في الباركنسون والمينلي في الباركنسون أنه يسبب من علامات المبكرة قبل ب 15 سنة إلى 20 سنة الواحد يفقد حاسة الشم. ممتاز. لأن أشياء روايحة قوية. أي أنت تقولي لي الدراسة يعني ها غريبة. لا أنا قلت لك دراسة جديدة يعني أنا ما كانت في كندا موجود. نشروها سنة 2010-2011. ممتاز. طيب دكتورة اللي يقول صار إنفلونزا، لا أخوي مع الإنفلونزا أو أختي مع الإنفلونزا شيء طبيعي أن نفقد حاسة الشم الشم وحاسة التذوق، لأن حاسة التذوق عندنا عبارة عن دمج من أكثر من حاسة، الشم والتذوق يمشون مع بعض فشيء طبيعي. المشكلة هني دكتور أن هذا المستمع جزاه الله خير يقول من يومين بديت أشم روائح غير موجودة. أنا رأيي شوف أنت شايل سمك وياك السيارة ولا شايل شيء، يعني يمكن واحد من هاي الأشياء. نفس صاحبنا أيمن، مو بأيمن سرحي، لا أيمن صاحبي، ما أبغى أقول اسم العائلة يا ريال معروف. صباحكم الله بالخير، وش حالكم؟ أنا متغربل من حاسة الشم، أروح من مسير 100 متر وما روم أروح أروح من من مسير 100 متر وما روم أروح عطورات الحريم. أبو محمد أحسن لك تشم عطورات الحريم، أحسن لك ما تشم، ما تأخذ ذنوب، شم روايح الورود والزهور أحسن. إيش حاجة تعطر عيال الحرمة؟ دكتور تفضل. المريضة، نرجع لموضوعنا الرئيسي. أنتم ما شاء الله عليكم حققتوا إنجاز كبير، أنا أبغى أعرف قصة المريضة بشكل عام أول شيء، كيف وشو هي الإصابة وكيف وصلتكم المستشفى، وبعدين ما أتكلم عن العلاج اللي سويته إن شاء الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، دائما سباقين في هذا البرنامج في استضافة الأمور اللي تهم الرأي العام الطبي وطرحها في أسرع وقت والتوعية المجتمعية اللي هي أهم حاجة حقيقة تنقصنا وتم تداركها التوعية المجتمعية بالأمراض وبالعلامات التي تهم جميع المرضى. نبتدي بقصة المسنة هذه، هذه عمرها 75 سنة، مقيمة عربية في الدولة ما شاء الله. نعم، ما تشتكي إلا مرض الضغط. جميل. يوم الاثنين صباحا قبل يومين ياسة تفطر مع أهلها الساعة 6 على الطاولة على الكرسي، مرة واحدة سكتت الحرمة ولاحظوا أنها خد اليسار نزل. إيدها ثجلت وطاحت من على الكرسي على الأرض. علامات جلطة دماغية. ركضوا أهلها، بنته، ولده، ماما. الأم ما تتكلم، ما ترد عليهم. وعينها صوب اليمين لافة وما تشوف أي شيء، في صوب اليسار. حاولوا يوقفونه ما توقف الحرمة، ريلة ما تتحرك، إيده ما تتحرك، نطق ما شيء. تم طوالي استدعاء إسعاف دبي، شكر جزيل لهم، خلال دقائق معدودة كانوا في الموقع الصحيح، شافوا المريضة، إسعاف دبي تم تدريبه بهذا الأمر، لديه إلمام جميع المسعفين، أكثر من 300 مسعف تم تدريبه خلال السنوات الماضية على علامات الجلطة الدماغية. تم اتخاذ القرار الصحيح بنقل المريضة إلى أقرب مستشفى. فقط للعلم هذه المريضة لو تأخر أهلها في نقلها أو قالوا مش شكلها مرهقة، شكلها زعلانة، أمي اليوم مضاجي يوم نشت البارحة كان فيها دوخة، خلها ترتاح ترقد، وتأخرت أكثر من 4 ساعات أستاذ محمود، هذه الحرمة 99% طبعا علم الله، ولكن 99% بتكون طريحة الفراش ما تتحرك ما تمشي، تغيرت طريقة حياتها
100%، 50% من هذه المرضى سوف يتوفون خلال 6 شهور إذا ما تم نقلهم إلى المكان صحيح. فأنت تتكلم عن حالة حرجة جدا، حالة لازم التعامل معها سريع جدا. مثل هذه الأعمار يعني أنت خلال دقيقة واحدة تتأخر أنك ما توصل للمستشفى تفقد 2 مليون خلية دماغية، 2 مليون في الدقيقة دكتورة. يعني تأخرت ساعة كاملة، خلني أتصل في فلانة، لا ولد العود خلية، خلني نكلم فلان نجيها. زين، وهل يستوي فعلا مع بعض المرضى؟ صحيح، هذا اللي أنا أذكره، لأن إحنا نشوفه يوميا في المستشفيات. صحيح، للأسف. فتأخرت ساعة فقدت 1,200,000 خلية. فالإجراء اللي سوتها العائلة لنقذ حياة أمهم اللي متعرضة لمشكلة جدا كبيرة، اللي هي بتفقد حوالي 70% من وظائف الفص الأيمن للدماغ. نحن ناشقين للدماغ، بتفقد 70% من هذا الدماغ. فاتصلوا في إسعاف دبي أبوها على مستشفى راشد طوالي. من الأشياء الجميلة اللي على مستوى الإمارات، إحنا الوحيدين في هيئة الصحة اللي موجودة مع إسعاف دبي، اللي إحنا نسميه الإعلام المبكر أو pre hospital notification. فالمسعف يعلم وهو في السيارة، المركز الرئيسي لإسعاف دبي يعلم مستشفى راشد، نظام إلكتروني هذا الإلكتروني، إن في مريضة جاي لمستشفى راشد عندها سكتة دماغية، عندها اشتباه بسكتة دماغية كبيرة. ممتاز. فنفس الوقت بعدهم هم ما تحركوا من الموقع أو توا متحركين من الموقع، وين مستشفى راشد جاهز، مستشفى راشد الأطباء الطوارئ الأشعة جاهزين ينتظرون المريضة. ممتاز. هذا على مستوى الدولة حقيقة مطبق حاليا وحيد في مستشفى راشد، نسعى لتطبيقه في المستشفيات الثانية على مستوى حتى المستشفيات الخاصة. يا رب. المستشفيات الخاصة موجودة الآن فيها، في مستشفيين خاصين مطبقين هذا العمل. فالآن وصلت المريضة مستشفى راشد، بنتكلم شو اللي اكتشفناه مع المريضة. صحيح. أول ما وصلت المريضة أستاذ محمود تم أخذها مباشرة إلى الأشعة المقطعية، الأشعة سووها أستاذ محمود خلال 6 دقائق. ما شاء الله، ممتاز، جميل. يعني ترتيب الأشعة ونسوته خلص الدقائق، هذا رقم قياسي. سوت الأشعة، أشعتها كانت طبيعية، تم إعطائها اللي هو مذيب الجلطة الدماغية لفك الانسداد هذا. هذا الدكتور ما يعطونه في الإسعاف؟ لا، لأنك أنت لازم تسوي الأشعة المقطعية. أوكي. تتأكد. تتأكد إن ما في نزيف. أوكي. في ألمانيا وفي كندا في سيارة إسعاف فيها أشعة مقطعية. هذيك نور. فالمريض ما يجي المستشفى، منو يصير للمريض؟ المستشفى. المستشفى يصير. ممتاز. إنزين، فسيارة الإسعاف هاي في برلين فيها 3 سيارات إسعاف. ممتاز. فإذا حد اتصل قال أمي مثل هاي المريضة، أمي طاحت كذا كذا استوابة وما تحرك الشجرة، من التاريخ يعني يفهمون احتمال جلطة فيبعثوا لها السيارة. هاي السيارة تبعث وياها دكتور، 24 ساعة موجودة هاي الخدمة، 3 سيارات في برلين الكبيرة. جميل. للوصول للمريض. يا هذه فكرة جميلة، ليش ما تطبق عندنا؟ والله قامين العمل عليها. هذه تعتبر أحدث طريقة عامل لمثل هذه الأضرار. فاحنا في دولة الإمارات عندنا حوالي 10,000 جلطة دماغية سنوية. عدد كبير. هذا الدكتور هني تقول إحدى المتابعات الضغط القاتل الصامت. صحيح. نفس القصة حصلت مع بابا الله يرحمه ويغفر له، نفس الموضوع تقول اللي انت قلته هذا صار معه، فسمته القاتل الصامت. انا اعطيها لايك، هذه كلام صحيح، نسميه هذا السلام عليك القاتل الصامت. عيبني لايك مال السوشيال ميديا. فوصلت المريضة اخي الكريم، اعطوها طوالي مذيب الضغط الجلطة الدماغية، ولكن المذيب بيشتغل هذا، ولكن من علمنا من اطلاعنا سنويا احنا ندخل حوالي 700 مصاب بالجلطة الدماغية، ان هاي بيكون عندها انسداد في شريان رئيسي اللي هو شريان الأوسط في الدماغ. جميل. اللي يغذي 70% من الفص الأيمن، الجزء الأيمن من الدماغ. صحيح. هذا بيكون مسدود، فهذا ما بتفتحه المذيبة اللي بالويد، لازم نسير لبشو بالمنظارية بالقسطرة من الفخذ. صحيح. نسير ندخل بالواير من هنا بالأشعة إلى الدماغ إن نسحب هذا الانسداد. أستاذ محمود، زين، هذا مش شيء بسيط، شيء كبير، المسافة طويلة من هنا للدماغ والعملية جدا دقيقة، انت تدخل في عضو جدا حساس. صحيح صحيح. فالحمد لله الدكتور أيمن السباعي والدكتور محمد الكيلاني بدأوا هذا الشيء، خدنا المريضة بعد إسعافها الأولي وإعطاها مسيل الدماغ، سارت إلى القسطرة. اكتشفنا أن عندها، ما حد كان يعرف، عنده تضيق حاد في الجهة الأيمن في الشريان الرئيسي اللي في الرقبة، اللي يسمونه الأوداج. أوكي. 92% متضيق، يعني الفتح الموجود اللي أنا ممكن أدخل منها 8%.
يعني جدا صغيره بالنسبه للقسطرة. القسطره انك تعمل صحيح. القسطره صحيح. فاخذت منه حوالي من 8 الى 10 دقائق فقط المحاوله توسيع. مش توسيع ان ادخل من هنا نعم جميل هذا ما كنا احنا متوقعينه ويوم دخل حصلنا ان الشريان الاوسط في الدماغ الرئيسي الكبير مسدود بخثره او بانسداد شرياني يوصل طوله حوالي سانتي الا كامل مسدود فهذه خثرة كبيرة جدا انك كيف تبطلها فتم استخدام احدث التقنيات اللي تم اعتمادها في امريكا واوروبا اسمها ستنت ريتريفل وذ ا بامب اوكي هذه موجودة فقط من اقل من 12 شهر مطبقة عندنا في مستشفى راشد وهيئة الصحة لمثل هالحالات تم التعامل مع المريضة تم فتح الانسداد الشرياني هذا تم ادخال المريضة الى قسم العناية المركزة الدماغية للجلطة الدماغية المريضة مشلولة يمينا ما تتحرك ما تتكلم فاقد كل حاجة تمت عقب 24 ساعة تم زيارة المريضة أنا ما بقول 99% 100% الحمد لله رجع طبيعي ما شاء الله ما شاء الله وين المريضة الحين المريضة في مستشفى راشد الصحافة البارحة زاروها وسلموا عليها ما شاء الله عيالها شاكرين جدا الأداء المتميز والبين قوسين بقول أنا العالمي لأطباء هيئة صحة دبي في التعامل معها مثل هذه الحالات ما أخفيك كنت بزعل وايد إذا هذه المريضة طاحت في مركز ثاني أو وصلوها لمركز ثاني أو تمت أخذها لمركز ثاني لأن ما كان سوف يتعامل معها التعامل الصحيح جميل. وكنا بنفقد شخص صحيح. عزيز على عائلة على عائلة صحيح. الأم الراعية لهم وما كان بيكون أي فائدة عقب أن نسويها فأنت استطعت بإنشاء نظام صحي متكامل باستخدام أحدث التقنيات تغيير مجرى عن بين قوسين كله في أقدار الله سبحانه وتعالى صحيح. مجرى حياة إنسان صحيح. من أنه يكون معاق يكون طريح الفراش يموت 50% منهم خلال أول ستة أشهر إلى إنسان عادي طبيعي ممتاز. جميل دكتور أنا بتكلم بشكل مفصل أكثر عن يعني بضرب مثال على هذه التجربة أو هذا هذه الحالة اللي صارت معنا ولكن بطلع فاصل بعد الفاصل مستمعينا مناخذ إن شاء الله مكالماتكم مناخذ رسائلكم مناخذ استفساراتكم حتى بشكل عام واللي عنده أي تجربة كذلك لأخ أو لعزيز أو لشخص معين يبغي يشاركنا هذه التجربة ويبغي الناس يستفيدون منها ممكن أنهم يتصلون على 600-551-414 أو تبعثون المسج على 4006 اللي بنطلع فاصل وراجعين صحة وسعادة رجعنا لكم مرة ثانية عبر برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا دكتورة 600-551-414 ورسالة نصية على 4006 يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصلت معنا نفس القصة اللي ذكرها الدكتور وفقدنا بأمر الله شخص عزيز علينا للأسف تم نقله بالمستشفى بسيارة خاصة وحصل تأخير في الوصول إلى المستشفى دكتور سهيل الركن استشاري أمراض المخ والأعصاب والدماغ بمستشفى راشد معنا طبعا ضيفنا في الاستوديو وناخذ أبو حمد دكتور ونكمل معاك الحوار تفضل يا أبو حمد صباح الخير لك محمود على الدكتور ضيفكم الدكتور ركن صباحك ورد يعني فخر للإمارات لها الكفاءات وهذه الخدمات ما تقصر بس أنا عندي مقترح يعني ما أدري إذا أساس أنكم تتبنونه والدكتور يمكن يكون يعني أفضل من يبذل الرأي اليوم طال عمرك سالف إن الجلطات بأنواع الدماغية والقلبية اليوم في أجهزة اللي هي تعمل على الإسعاف يعني للقلب موجودة وسهلة الاستخدام مجرد تدريب ليش ما يكون هناك تشريع لتوفير هذه في المدارس في الأندية في المجمعات الرياضية في المجمعات التجارية مثل ما مثل مثل جهاز الطفاية مال الحريق ها اي نعم انا شو اللي اقصده لو صارت عندك لحد ما يوصلك الاسعاف يكون هناك شخص الجهاز موجود يتم انعاش القلب
أو مثلاً تدريبهم حتى على مثل عن الجلطات الدماغية، شو يسوي هذا الشخص؟ واضح المقترح، واضح تماماً. يعني لأن اليوم الزحمة اللي سايرة ووصول الإسعاف قدرنا ثواني تعني حاجة لهذا. نتمنى إن شاء الله تتبنونه في. إن شاء الله أنا بخبرك عن مبادرة بعد مسوينها، مبادرة مسوينها الهيئة مع مجموعة من الدوائر. دكتور خبرنا عنها، أنت عندك فكرة أكثر. أتمنى التشريع يكون دكتور الأخ محمود. إن شاء الله. أنت اسمع اسمع المبادرة بتشوفها في 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 نفس الإطار اللي أنت تتكلم عنه. تفضل دكتور. جزاك الله خير أبو حمد، شكرا على الحس الوطني الجميل والاهتمام بالمرضى. في مبادرة مطروحة الآن يتم بدأت هي حقيقة والعمل عليها، اسمها دبي هارت سيف سيتي، اللي هي مدينة دبي الآمنة أو السليمة لأمراض القلب. صحيح. سوف يتم تدريب أكثر من 100,000 مقيم في إمارة دبي من الدوائر الحكومية في المولات في تكاسي دبي، حوالي كلهم سوف يتم تدريبهم. ممتاز. على الإنعاش القلبي والرئوي. حيتم وضع أكثر من 10,000 جهاز للإنعاش القلبي والرئوي على مستوى مدينة دبي. جميل. في مدينة واحدة على مستوى العالم عندها التقنية اللي هي مدينة أمستردام. ثاني مدينة على مستوى العالم بتكون دبي. جاز. بيكون جميل. تدريب بشكل ما ذكر أبو حمد، ولكن بطريقة علمية سليمة. في المدارس في المولات في التكاسي، لأن التكاسي موجودة في كل مكان. صحيح. في الأسواق في الدواء الحكومية الرئيسية. في محطات المترو، أن هاي الأجهزة بتكون موجودة، ولا قدر الله واحد شفته طاح أو كذا، بيتم تدريب 100,000 مقيم ومواطن على هذه الأجهزة، حيث أن إكسبو 2020 يومية. إحنا جاهزين لاستضافة العالم كله من. صحيح. ناحية أن دبي مدينة آمنة. الشيء الثاني إن شاء الله الأسبوع القادم سوف بيكون في إطلاق في جايتكس بعض الأبليكيشنات السمارت أبليكيشن من هيئة الصحة دبي مع اتصالات في خصوص نفس النقطة هذه، وما خبركم في وقتها عن هذه، ولكن جدا شاكرين على تواصل الأخ أبو حمد. طيب دكتور، بالنسبة للمسج اللي تأخروا في الوصول للمستشفى، وأيضا كانوا رايحين بسيارة خاصة، واحد من أهم الشغلات اللي دائما توعون فيها، أول شيء شو تسوي؟ أول شيء إذا صارت الحالات هذه، العلامات اللي ذكرتها، اتصل إسعاف دبي طوالي على طول. أخوتي الأفاضل، يعتبر إسعاف دبي هنا في دبي لدينا مفخرة حقيقة. نوعية المسعفين، نوعية المركبات المستخدمة وسيارات الإسعاف، نوعية التقنيات المستخدمة، التارجت مالهم حقيقة الآن وصل أقل من 10 دقائق الأفرج على مستوى إمارة دبي إنه يوصلون لخدمة المرضى. فنشكر إسعاف دبي ولايك كبير لهم. صحيح. طيب دكتورة تفضلي، انت بتستني. دكتور عندي شغله وايد مهمه. قول اسلم. اسال دكتور، انت كنت تختصر العلامات هذه بجمله، انا ابغي اعرف هذه الجمله نذكرهم فيها. سمعيها، هاي بتفيدك بعد، ممكن تستفيدي منها دكتوره في موضوع التوعيه حق الجمهور. زين، التوعيه هذه اللي هي اعراض الجلطه الدماغيه، يسمعني كل احد، بالانجليزي يسمونها فاست، FAST، فاست فيس، AR arm. S is a speech with T, time is brain, call the ambulance. So face, arm, speech and time. بالإنجليزي بالعربي ترجمناها إلى كلمة عاجل. عين ألف جيم لام. العين عسر في النطق، ألف انحراف في جهة واحدة من الجسم في الوجه، الجيم ضعف جزئي في جزء من الجسم، لام لا تتأخر. كلمة عاجل، ضعف في الوجه، مشكلة في النطق أو الكلام، مشكلة في المشي أو في ضعف في جزء من الجسم، واللام لا تتأخر. كلمة عاجل يجب أن تكون في كل مكان. صحيح. عندنا دكتور بعد اتصال. سامعيكم، صباح الورد. صباح النور. هلا أخوي، نتعرف عليك. عبد الرحمن. هلا أخوي عبد الرحمن، تفضل. أولا أنا أشكركم فكر خاص صراحة بالبرامج الطيبة هذه، واللي هي برامج توعية. ثانيا أبغى نصب على الدكتور. صباح الخير دكتور. صباح الخير أخوي عبد الرحمن، أهلا وسهلا بعوف. الله يرضى عليك. شيخ، أنا عندي استفسار، عندي حالتين. حالة الأولى هي جدتي الله يشفيها إن شاء الله. عندها جلطة في الدماغ، وسابة شلل نص في النص الأيسر كلول، عجز في النطق. هذه الحالة. الحالة الثانية طويل العمر، عندي عمي جلدة كامل، يعني
يتقشر وجلده يسوي الأحمر اللون الأحمر. حتى مرة صاب تنمر في وجهها أن الجهة اليسرى من وجهها كامل هذا زي ما تقول خدر وطاح وليس تعالج بإبر ناسي اسمها والله العظيم. نعم بس بغيت أعرف بعد الحالة الأولى الله يخليك. الحالة الأولى حالة اليد نعم. متى صارت الجلطة الدماغية أخي الكريم؟ الجلطة يا طويل العمر يوم سنة ونص تقريبا. سنة ونص. احنا ننصح مثل هذه للمرضى أخي الكريم اللي صارت لهم جلطة وتم في عطب كبير أو خلل كبير في أنسجة الدماغ رقم واحد. الآن احنا نسميهم سبكيوت أو الكرونيك كيسز اللي هي المزمنة مع هذه مع هذا الضعف. أول شيء عمليات العلاج طبيعي والتأهيلي هي حرمانة أتوقع تكون كبيرة. رقم اثنين لازم التعامل مع الضغط السكر الدهون أو مشاكل القلب اللي لديها. هذه الأمور اللي يجب أن تراجعون فيها عنا أهلا وسهلا في مستشفى راشد قسم الأعصاب هيئة الصحة. ممكن نشوفه عندنا مراكز تخصصية حقيقة للعلاج الطبيعي والتأهيلي في هيئة الصحة. والمنظومة الجديدة إن شاء الله جاية في على مستوى دبي للتأهيل الطبيعي والمهني. هذه ممكن مراجعتها. رقم ثلاثة العيادات الخارجية موجودة في هذا الأمر. واحد بيطرح السؤال بيقول دكتور سهيل أمي كبيرة يدتي كبيرة صعبة يجيبها. من الأشياء المميزة عندنا في هيئة الصحة لدينا نحن نوصلهم. إحنا نوصلهم اللي هو مركز شو دكتورة رعاية كبار السن. رعاية كبار السن موجود. يوصلون أسبوعيا مرة مرتين طبيب صحيح. وممرضة لعمل العلاج الطبيعي في البيوت. رقم اثنين لعمل التحاليل. هذه كلها موجودة في عيادة ندى الحمر مركزهم. ممكن التواصل وياهم يوصلون إلى البيت إلى يدك لتقديم هذه الخدمة أخي الكريم. دخلنا البرنامج اللي قلت عليه كبار السن وكانت فينا عبد الرحمن. أنا بس عشان ما أطول في البرنامج زي السؤالين دكتور واضحين بالنسبة لك. سامحنا عبد الرحمن لأن عندنا وايد فقرات نبغي وفي مستمعين يتريون بعد كذلك. إنزين الحالة الثانية دكتور على عجالة. والله الحالة الثانية ما مش تخصص أعصاب كأنه أتمنى أن يراجع العيادة الخارجية. تخصص جلدية. جلدية لازم تشوف طبيب جلدية. الحالة طبيب عام جاوبي. لا في الطبيب طبيب الأسرة يجاوب على أسئلة على الأشياء اللي ضمن مجال تخصصه ولكن جلده يتقشر ويطيح وهذا لازم تشوف طبيب جلدية مرار وكذا جلدية لازم جلدية بس لازم. هو قال في تنمل وتخدر في الجزء الأيمن ما تعرفه أكثر قد يكون بسبب حساسية الجلد صحيح. فهم فعنده إكزيما قوية اللي هو الإكزيما تكون موجودة حساسية الجلد ممكن يكون عنده فطريات في الوجه في وايد أسباب لتقشر الوجه يجي العيادة ونشوف ونقرر على أساسه أو تشوف طبيب جلدية مباشرة صحيح. طيب بعد عاجل دكتورة كنت كان قبل عاجل كان عندك موضوع دكتور سهيل. أنا كبس كان عندي سؤال بخصوص الكلام اللي قالت الأخت في الانستغرام لايف لما كانت تقول العلاج المريض ما يرجع 100% نفس صحيح. ما هو بعد الجلطات صحيح. بس لو تبين لها إن شو الفرق في حالة المريضة هاي وأكيد في مرضى ثانيين ينطبق عليهم نفس الكلام وفي مرضى ما ينطبق. سؤال الأخت الكريمة جدا مهم. أنا بوضح لكم شيء. التعامل مع الجلطة الدماغية خلال أول 4 ساعات إلى 6 ساعات لازم. إذا قدرت توصل المريض عبر الإسعاف إلى المركز الصحيح خلال نص ساعة ساعة التعامل نضمن لك إن شاء الله أن المريض بشكل كبير يرجع بإذنه تعالى إلى وضعيته الطبيعية. رقم اثنين إذا تم عطب أو موت خلايا في الدماغ أكيد المريض بيكون له إعاقة صح. ولكن التعامل السريع أيضا في العلاج الطبيعي العلاج التأهيلي إعادة التأهيل هذه جدا مهمة. فشكل ما قالت مو بأمي بالمية يرجع بس في هذه المريضة هذه الحالة رجعت 100% لأن ما أخذت أكثر من 40 دقيقة لفتح مكان الجلطة أو الانسداد الشرياني من اكتشاف إلى وصولها إلى CT سكان وكلها سكان إلى الانفيوجن of the TPA إلى ما دخل عمل القسطرة. You are speaking about 40 minutes. تعرفين هذه المريضة مرت تحت إيد كم واحد أستاذ محمود أكثر من 20 نفر. صحيح. 20 في كم؟ 40 دقيقة. 20 نفر تعامل وياها. إن توصل يعملوا لها القسطرة وانتقلت من قسم الأشعة إلى قسم القسطرة إلى قسم العناية المركزة إلى قسم الحوادث.
هذه كلها 40 دقيقة أنت سويتها. صحيح. وأعتقد مثل ما قلت دكتور سهيل هو النوتيفيكيشن أو الإعلان الإنذار لما يطرش لك الإسعاف إن عندي حالة ما يسوي تأخير. أحيانا الإسعاف يوصل بسرعة ويشيل المرض بسرعة ولكن لحين وصوله لما ينادي الطبيب مناوب هو هذا التناغم الجميل بين الإسعاف خدمات إسعاف خدمات دبي إسعاف دبي ومستشفى راشد. أول أسبوع الجاي في جايتكس بيكون في إعلان عن مشروع جديد لحكومة دبي الذكية في جميل. هذا المجال. لايك خليه حق الاسبوع الجاي ان شاء الله حق الاسبوع الجاي بجايتكس. انزين اقرا المسج هذا دكتوره. اعرف سيدة عمرها 75 سنه جالها 3 مرات جلطه صحيح تخف كل مره بس عندها مشكله في حركه ايدها ورجلها. ما شاء الله 3 مرات جتها جلطه وعمرها 75. ما شاء الله. انا ما بستخدم هالكلمه بقول في تقصير من ناحيه الاهل او هذه لانه جت 3 مرات في مشكله في التعامل مع مسببات الجلطه الدماغيه ما مسيطر على الضغط على السكر عنده مشاكل في القلب تسوي له رجفان الاذين الايمن عند الكوليسترول عالي عند المتن او هذه صحيح. المشاكل فما بقول ما شاء الله بقول محظوظه هذه ان 3 مرات جت الجلطه. صحيح لان دكتور يعني بعد الجلطه حياه المريض لازم تتغير 180 درجة عن حياته ما قبل يعني في قبل وبعد لازم في اعتبارات معينة أدوية معينة أسلوب حياة معين يمشي عليه لأن ما دام تلاقي أول جلطة معناه عنده قابلية للإصابة بجلطات أخرى فلازم أنا أمنع أسباب أن ترجع لي نفس الجلطة. صحيح. والرياضة أمر مهم جدا في هذا المجال أستاذ محمود كنتوا تتكلمون عن الرياضة قبل ما أدخل أنا والحركة وكذا فحصلنا أن ممارسة المشي 30 دقيقة المشي السريع مش المشي الخفيف مو ولا الهرولة مشي سريع مو تقولين انت تمشين وتحرين يعني هذا مشي يعني في دراسة كبيرة أمريكية عملت قبل سنتين مشي سريع 30 دقيقة 3 أيام في الأسبوع جميل 3 أيام في الأسبوع 30 دقيقة ما عليك أنت من الحجم أو الوزن فثلاثين دقيقة يعني في السيتي سنتر مردف إذا بسير بتمشي أستاذ محمود أو في البارك 30 دقيقة 3 مرات تنزل مشكلة الإصابة بالسكر والضغط والجلطة الدماغية والجلطة القلبية 4 مشاكل هذه بحوالي 30% من غير أدوية من غير أدوية بس التدخل هذا. دكتور أنا بخبرك سالفة إن شاء الله بس بعد ما ناخذ عبد الرحمن. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم أستاذ محمود. يا هلا. اختصر لي عبد الرحمن لأن عندي 3 دقائق تفضل. الله يحفظك الغالي جزاكم الله خير. هذا الاقتراح الأخير على الدكتور من الدكتور اللي هو 30 دقيقة 3 أيام أنا أتمنى أن يطبع في بروشور أو كذا لأنه يعني يعافي الإنسان من عدة أمور ذكرها الدكتور الله يحفظه تعمم في كمنشورات أو كذا هذا في منشورات في فيديوهات في وايد شغلات عاملينه ما رد بعد نذكر فيها سؤالك عبد الرحمن شكرا الله يحفظكم. بالنسبة للقلب وقيمته واهتمامه مبادرة له تدريب 100,000 أتمنى أنا كل ما يتعلق بالقلب ما دام هذا الاهتمام المشكور والكبير أن يكون موضوع الفحص ضمن المتناول لمن ليس عندهم تأمينات الحكومة. أنا الآن أتعامل مع عيادات الهيئة ولا أقدمهم على أي شيء آخر. اقتراح أنا أتمنى في موضوع التأمين القادم في السنة القادمة أن يتاح لمن له أن يؤمن في العيادات الخاصة أن يؤمن في عيادات الهيئة ولو بضعف القيمة ولو بأكثر لأن ثقتنا بالله سبحانه وتعالى ثم بكم لا حدود لها. شكرا لك. أمر أخير أشكر دكتور الأذن والحنجرة في عيادة البرشة اهتمامه الكبير بمعالجتي في موضوع تنظيف الأذن. شكرا لك. أشكرني أنه فتح كل أسبوع ربما يستطيع المرء أن يأخذ موعد. عبد الرحمن عندي الوقت وايد. شكرا لك. أبغي أخذ خالد قبل لا أختم. خالد 30 ثانية سؤالك على طول. ألو خالد تفضل. السلام عليكم. هلا اختصر لي خالد 30 ثانية الله يخليك. حياكم الله. نعم طبعا احنا نسلم عليكم وأقول أنا عندي سؤال بس أو ملاحظة بطرحها للدكتور سهيل الركن. طبعا أنا أحد المتعاملين اللي أتعالج في مركز العلاج الطبيعي في المنارة وسمعنا أن المركز بيكون بيخصخصونه. صحيح. نحن الحين في حال الخصخصة نحن كمرضى وين نروح نتعالج؟ واضح سؤالك خالد. إن شاء الله. واضح. عندك شيء ثاني بعد غير خالد؟
الله يجزيك خير. طول عمرك دكتور. بالنسبة لعبد الرحمن كان يتكلم على موضوع المبادرة على السريع. كلام جدا صحيح. المبادرة إن شاء الله تدريب 100,000 حكومة دبي هيئة الصحة تسعى لذلك وإن شاء الله هو وعلى واحد من وعلى موضوع التأمين دكتور. دائما شركات التأمين الآن داخلة في نظام معين أنه يجب أن يكون هنالك فحص سنوي صحيح. على أساس تجديد التأمين. بالنسبة لخالد دكتور. خالد إن شاء الله بيكون في برنامج عن هذا الشيء. أطمئنك أخوي خالد إن أمور طيبة إن هيئة وللأفضل وللأفضل ونسعى للتميز وما حد بيكون له أي قصور في دبي إن شاء الله. وبتكون أنت راضي واللي ياس يتعاملون راضين وبيكون التحسن واللي قاعد يصير إن شاء الله يعني كل تحسين إيه كل تحسين بيكون. نعم شكرا لك يا دكتور سيل. قبل لا نختم دكتور آخر جملة تبغي تقولها. آخر جملة أقولها النقطة الأولى المشي 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع لو سمحتوا. أنت حرمتك أمك أبوك عيالك عودهم على هالشيء. رقم 2 ما تكلمنا عنه تقليل السولت الأملاح في الجسم. تذكروا كلمة عاجل جدا مهم. لا تنقل أي مريض بالجلطة الدماغية بسيارتك لو سمحت في إسعاف دبي خلال 10 دقائق بالكثير يكونوا موجودين عن باب صحيح. بيتك. نتمنى للجميع حياة سعيدة وصحة معافونة في صحتهم إن شاء الله. شكرا لك دكتور. شكرا لك دكتور سهيل الركن استشاري أمراض المخ والأعصاب والدماغ بمستشفى راشد. أنا أتمنى لو عندنا وقت بعد كنا نتكلم على المؤتمر اللي القادم لكن إن شاء الله نخصص له حلقة خاصة في هذا الموضوع. شكرا لك دكتور. شكرا لك دكتور ندى. شكرا لك يا محمود. ترى عينك ما بحارة أبدا. انزل شكرا لك دكتور ندى الملة وأيضا أيمن سرحيل كل الشكر لك. وميرا وين موجود كل الشكر لك يا ميرا الغفلي. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي ونلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع الأخرى. فتقبلوا تحياتنا وحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.